السؤال بقى السوشيال ميديا. من منطلق اهميه هذه المباراه احنا سؤالنا الخاص بالسوشيال ميديا في حلقه النهارده كالاتي: هل تتوقعوا حضراتكم ان النادي الاهلي يحسم التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه الذهاب، ولا هنضطر نستنى لغايه ما نشوف هيحصل ايه في مباراه العوده؟ فباختصار شديد، ذهابا ام ايابا سيتم حسم الموضوع ان شاء الله لصالح النادي الاهلي؟ نأمل ده، وبإذن الله يعني أنا متوقعة إن شاء الله يكون في الذهاب. يعني طبعا بص الأمور هتبقى مش أحسن حاجة، طبعا في جمهور هناك زي ما احنا تابعنا مع حضراتكم تقريبا هيكون في حدود 5000 شخص. لا 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 لا, لا هيكون فيه فعلا، هيكون في جمهور ونفس المنطلق هيكون احنا كمان عندنا. احنا طالبنا بده، يمكن ده خبر هيكون معانا، احنا فعلا طالبنا بده لأن احنا كمان عايزين يكون الجمهور بتاعنا موجود. دي حاجة أعتقد من حقنا جدا بالمثل. وزي ما احنا عارفين كمان إن فكرتنا لو هنتكلم عن الترجي تحديدا يا كريم، الترجي دي بيعتمد او النجم بتاعه هو الجمهور، فهي دي النقطه. الترجي بالنسبه له القضيه برده مش حول حياه او موت، بس قضيه اساسيه ان الجمهور بتاعه يكون حاضر، واحنا كمان من حقنا ان احنا الجمهور بتاعنا يكون طبعاً حاضر. هنتكلم في كل التفاصيل دي، لكن خلينا نبدا كده ونقول العشرة يا اهلي كلنا باذن الله ثقه ان فريقنا يعني هيحقق نتيجه ايجابيه في المباراه. وخليني